احبائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا بكم في حلقه من حلقات كلام نبيل قال الحبيب المصطفى لا يدخل الجنه قاطع رحم اللهم صل عليك يا رسول الله شوف توصيه الحبيب المصطفى للمجتمع وللناس والمسلمين المؤمنين. لا يدخل الجنه قاطع رحم. لان الرحم علاقه يعني علاقه قرابه سميت بالرحم ليه؟ سميت بالرحم ليه؟ لانها داعيه للرقه والعطف والرحمه. الرقه والعطف والرحمه. الرحم الرحم من الرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفه من صفات الله عز وجل الرحمه. لا تقطع التواصل مع الارحام. ابدا ابدا مهما تعمل ومهما أتعمل. يعني حصلت اشياء واحداث سامح تجاوز تغافل. لا تقطع التواصل مع الأرحام شيء مهم جدا إنه تكون رحمك وتصون الرحم وتصون ال لأنه أصلا هذا خلق كريم وخصلة من خصال الإيمان الرحم خلق يعني خلق جميل جدا وخلق رائع وخلق يعني اتمنى ان الكل يسعى في هو يصل رحمه يصل الرحم فامر الحبيب المصطفى بها وحس عليها وشدد عليها لانها مشتقه اصلا من اسم الله سبحانه وتعالى من اسم الرحمن فواصلها موصول وقاطعها مقطوع وقاطعها مقطوع صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب والأرحام والاجتهاد في ذلك لازم الإنسان يجتهد في أنه هو يتواصل مع أرحامه ويجتهد في أنه هو يتواصل مع أقاربه هذا شيء جدا مهم وشيء جدا 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 مهم ولازم الكل الكل يعرف صلة الرحم مرة بتكون بالزيارة ومرة أخرى بتكون ببذل المال وكف الأذى وكف الأذى عنهم ومساعدتهم يعني طرق مختلفة للوصول للتواصل فالإنسان دائما يسأل عن أرحامه ويتواصل معاهم وما يقطعهم في, في 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 كل الأيام حتى مش بس في المناسبات السعيدة او المناسبات الغير سعيدة، لازم يكون الانسان متواصل مع رحمه يواسيهم مثلا عند المصيبة لا قدر الله وعند الضرر لا قدر الله، ويهنيهم عند النعمة وزوال البلية، لازم يحسوا باحساسه ويحس باحساسهم، لازم يكون رحيم معاهم، هذا الشيء جدا يا جماعة الخير لا تنسوه، لا تنسوه ابدا، الرحم في غاية الأهمية وجميل جدا الإنسان يعني الخلق يرقى بخلقه ويواصل رحمه مهما حصل. ومهما صار بتقول لي والله رحيمي عمل ورحيمي سوى ولا رحامي عمل وكذا وكذا تجاوز تجاوز وانسى و و وخليك يعني يعني حسن الخلق واغفر الله سبحانه وتعالى بيغفر ان كانت في اي مشاكل فالله سبحانه وتعالى يحسنا والحبيب المصطفى بيحسنا على هذه الصفه الجميله اللي هي صله الرحم فلازم الانسان يعني يعرف قيمتها ويعرف أن الله سبحانه وتعالى حس عليها ويعرف أن الحبيب المصطفى حس عليها فأرجوكم أرجوكم أرجوكم اللي عنده رحم ما وصلوا يوصلوا واللي عنده رحم ما اهتم فيه اهتم فيه ويسأل عنه ويشوف ويساعد كانوا محتاجين للمساعدة ويفهم انه هذا جزء مهم جدا 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 عند الله ورسوله الرحم فاتمنى لكم التوفيق واتمنى وصل الارحام من الكل ان إحنا مجتمع مسلم ومجتمع راقي الحمد لله على نعمه الاسلام والصلاه والسلام على سيد المرسلين الحبيب المصطفى واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج كلام نبيل